سلامتكم ان شاء الله يا رب تكونوا في الف خير. الناس الكل عايشكم على كلامكم الحلو. سامحوني كان فما تعليق وفما مساجات ما نجمش نرجع لهم. تعرفوا الوقت وفيديو ما بين فيديو كل نهار فيديو وكل نهار تعليق ما عادش نجم نخلط اني باش نجاوب الناس الكل. الاكثر الحقيقه الاكثر اني معامليه بالقناه ليا بالتعليقات. نحب نشوف تعليقاتكم نشوف رايكم والمساجات اللي على الفيسبوك ما عادش لاقي وقت الحقيقه باش نجاوب عليهم. اصلا ما عادش ندخل جمله من الفيسبوك عشان الناس قاعدين يبعثوا لي في الوصفات على الانستغرام وعلى الفيسبوك. ما لقيتش كيفاش باش نصور ونحط لكم. شو اللي تعملت جروب على الفيسبوك. الجروب هذا اسمه يوميات ام تونسيه وحرايرها كيما قناتي بالضبط يوميات ام تونسيه اللي هي اني وحرايرها اللي هما انتوما اللي تبعوا فيها وتجربوا في وصفاتي. الجروب هذايا يعني باش نخليه كما تحبوا انتم تحكيوا فيه على الدار على القضيه على الماكله معناها شنو الطيب وعشويتكم حاجاتكم. نحب نشوف كما انتم قاعدين تشوفوا فيا وتشوفوا في قاعدتي وقهيوتي وشنو نعمل في الفطور شنو نعمل في العشوي. نحب حتى نشوفكم نحب حتى نشوف كيفاش طيبوا كيفاش قعدتكم كيفاش ركشتكم. نحب نعرف عليكم كل شيء ما نخليهاش كان كلام وكهو بيناتنا. نحب نعرف كيما انتم عرفتوا حياتي حتى اني ماذا بيا نعرف كيفاش نمط حياتكم كيفاش شنو تاكلوا شنو تشربوا كل شيء. ان شاء الله الجروب يعجبكم ادخلوا له وابعثوا لي انفيتاسيونات واني تو نكسبتيكم الكل على بعض وعمل. ومن بعد بطبيعة ماذا بيا الجروب يكون نسيسا في نحكيو فيه على كل شيء. ان شاء الله يا ربي تلقوه وان شاء الله تكونوا فيه اكتيف. واني بالنسبه لي اني باش تولوا تلقاوني في زوز بلايص اللي هما الجروب باش نتبعكم في الجروب نتبع ماكلتكم نتبع قعدتكم نتبع كل شيء يخصكم. وباش تلقاوني على اليوتيوب نرجع على تعليقكم ونشوف تعليقات بتاعكم الخاطر والله 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 لا عاد قادره اني نرجع على المساجات والا نشوف شنو قاعدين تعملوا. والله ما عادش لاقي وقت الغد في الصباح نصور والعشيه نتلاها ما بين تعرفوا معنا الصغار وكل ونتلاها المنتج في الفيديو نلقى النهار وفيه ما عاد في حدا شيء وما مقيش مساجات وما شفتش كل اللي تشوفوا فيه تو تمشيوا للجروب يوميات ام تونسيه وحرايرها وهبطوا وصفاتكم وهبطوا شنو حاجات مثلا عملتوها تعيشوا في النهار معناها مش كما الحديث كما تعطيوني تصويره هيك فاش قاعدين تعملوا. والانستغرام قداش باش نقعد ندخل كل واحده تبعث لي مساج ندخل نشوف قداش برشا. كيما قلت لكم اني باش تلقاوني على الجروب هذا وباش تلقاوني على التعليقات نتاعكم نجاوبكم. شو للناس اللي ما رجعتش عليها مساجات راني والله العظيم لقيت منين نبدا كل دقيقه مساج كل دقيقه مساج ما لقيتش منيش. فرحانه على الاخر اني وصلت للمرحله هذه والله فرحانه على الاخر بيكم ومعرفتكم. وماذا بيا كما قلت لكم نعرفكم كل واحده نعرف ايش طيبه اليوم ايش عملت اليوم ايش كديت وهي تتفرج فيا وحاسين وماذا بيا نعرف عليكم حاجات هذوما. وما نوقفوش حد التعليقات على اليوتيوب امشوا للجروب توا واشتركوا فيه وانا توا نقبلكم وتلقوني ديما موجوده غاديكا نجاوبكم على الاسئله نتاعكم ونجاوبكم على كل شيء. والروتين نتاع اليوم اني ساي قضيت الدار الكل باش يكون تكرار برشا اللي نوريكم كيفاش قاعده نقضي في الدار خاطر ديجا ديما نشارك فيه الروتين كيف ما تعرفوه عادي جدا في الدار في داري عملت. اما نبدل شويه في الروتينات في الكوجينه شنو نطيبوا شنو نصنفوا. اليوم باش نطيبوا مع بعضنا باش نوريكم شوف نطيبوا فطور باش نعمل حويجه للعشويه وهكاك ما الواحد يضيع الوقت ويعمل حويجه للصغار. للناس اللي باش تقول نهار الكل قاعده تطيب وناس حاصلين مساجات كومنتات اكيد تقرا فيهم ما حتى حد ما يشتهيش حاجه حلوه ويعدي بيع عشويته. اني فعلا باش نمشي نشري باكو بسكوي ولا نمشي نشري شويه جاتو ولا شويه حلو من برا نختار نفضل اني نعملها في الدار شفتوا اللي عملت صغار في الدار ماذا بيا ديما نعمل حاجاتهم في الدار. الله غالب الحاجه اللي نعملها في النهار توفى في النهار كان قعدت منها اللي قعدت فطور الصباح وهكا علاش نتلز اني باش نعمل حاجات بريس كل يوم نعمل هكا حويجه ونبدلوا بها الجو. كنت اليوم باش نعمل يوضو
حبيت نعمل يو، اما بديك نعمل يو لا طيب لا نعمل حتى شيء، معناها صبحيه سبيسيال ليو ان شاء الله بالك خدوه ولا بعد غدوه. اذا ان شاء الله يا ربي لحين بخير نعملوا اليوم بعض اليو، خاطر برشا 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 ناس طلبوا مني. أين نمشي توا نشوف شنو باش نعملوا في الكوزينه، وان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم. قبل كل شيء حطوا لي لايك، حطوا لي لايك ودخلنا للروتين متاع الكوجينة. نعرفوا لي صبحيتنا الكل نعديوها في الكوجينة لخاطر الدار الكل سالة والحركة وكل شيء في الكوجينة. عندي شوية قضية جابها لي راجلي باش نخبي منها للرمضان ان شاء الله، يعني قبل رمضان بشير كي كل قضية نشرها نقضي بالجمعة، كل قضية نشرها نحاول اني نحي منها حكة طماطم، نحي حكة نحي حويجة هيك نخبها على ما يتيباك ومقارونة حويجة هيك اللي نلقى روحي في رمضان مجملة حويجاتك، حتى نكون باش نصرف فلوس برشا في قبل رمضان. نعرفوا اللي قبل رمضان الواحد يقضي كل قضية، تقولش علينا في رمضان ناكلوا اكثر ولا منعرفش عنا زوز معداد، اما هيك سناسنا سناسة فينا، معناها نبدلوا نحاولوا ان ننظفوا الكوجينة بالكدي ونحاولوا ان نعملوا تغييرات بسيطة في كوجينتنا. نتصور اي مرأة تونسية هيك، مش مرأة تونسية، نتصور اي مرأة هيك اني هيك نحاول اني قبل رمضان نشري قضية كباهية ومش بطبيعة برشا. تعرفوا لي يعني كيفاش عاملة نمط حياتي، كيفاش معناها لا تبذيل حتى شيء، جست لازم في لازم. خبيت عندي كذوكم متاع شوكولاتة هني خبيتهم، والله قديش مرة كيتيحوا بروموسيون نستعمل كعبة ونخبي كعبة. خبيت زيدة هكما زوز حكوك طماطم عالميات ليمات هذية، ان شاء الله يا ربي نلقاو ما ناكلو لغاية كل شيء ما فماش. شرينا سطل شامية قلت نستعمل منها شوية وتقعد لي رمضان ان شاء الله، خاطر ما شاء الله سطل يكفيني ما يكفيني. وراجلي جاب لي زبدة زيدة واحدة زبدة كبيرة، قال لي خاصنك الكرواسون البنات عجبتهم على الاخر درحماتي ومعناه وراجلي وصغاري، شري لك الحكه الزبده هذيك الكبيره وقال لي عملنا بها كرواسون ان شاء الله نجربه معاكم. سالي نتصور يمشي بالكدي الوصفه نتاع سالي. وجيت لهنا باش نحضر الفطور باش نعمل كسكسي بالدندون. الكسكسي بالدندون شاركته معاكم في فيديو عندوش برشا، هو ما شاء الله الفيديو معناها ماشي وقاعد يطلع عامل من نسبة مشاهدة كبيرة، واني وقتها عاملة فيه كسكسي بالداندون. اما فما عبيدة قالت لي شوك تقول داندون اسمه داند في كسكسي بالداند، توا خممت فيها خاطر فما عبيد ما تفهمش الحصيلو. فما شكون برشا قالوا لي على الروسيت ماهيش واضحة، ماهيش واضحة بالكدية، عاود طيبونا. اليوم ما قلت علاش ليه نطيبوا ونوريكم الوصفة ان شاء الله يا ربي تكون مفهومة المرة هذية. كيف ما شفتوا قليت اول حاجة الفلفل، ديما نحاول اني الفلفل نقليه في نفس الزيت اللي باش نطيب فيه، يعطي بنة اخرى مش كيما طيب الفلفل في زيت اخر، كيما طيبوا في نفس الطنجرة اللي طيبت فيها. قليت من الفلفل ومن بعد قصيت البصل كيف ما شفتوا، حطيت الطماطم المعجونة وحطيت الدانت باش يتقليو في الزيت، نقليهم شوية كما شو قاعدين تشوفوا. من بعد مغرفة فلفل أحمر، فلفل أحمر راه ماهوش حر متاعنا، ماهوش حر بجملة، خاطر برشا قالوا لي طيب ماكلة حرة راه ماهوش حر جملة، أماني حطيت مغرفة كبيرة باش نحب شوية حرورية الحقيقة في ماكلتي. حطيت الحمص ومن بعد باش نحط البطاطا، هذاك شنو عندنا خضره الحقيقه مسلسل نعمل السفناريا ما عندناش. هني باش نعمل الكسكسي نستعمل في كسكسي عوله تعملو حماتي، عملت زدت 6 كيسان على كل على صحن نعمل كاس يعني، وصبيت عليه الماء. ومن بعد باش نصفي كل الماء منه، نعرفش شنو يقولوا له نسومه، ظهر لي يقولون نسومه. هني جيت نقشر في البطاطا باش نرمها في الكسكسي، كما قلت لكم باش نحط اليوم كان البطاطا، ما عنديش سفناريا، كان نهار عملته لكم بالسفناريا. والكبده اي نوع خضره حاصيله نحطه، كلفت ولا حاجه يجي معاه.
ديما كسكسي باللحم ولا داند ولا حوت، نحط فيه الخضرة اللي عندي حتى قرع كل نحطه. إذا كان الحوت يحب أكثر القرع والبطاطا. خليت كل شيء حاضر بحذا وين باش نطيب، وجيت باش نحضر العصيدة متاع دقلة. عندي شوية دقلة هيك فاضلة، بديت حسيتها شاحت وكل. الحقيقة ما نحبوش برشا احنا الدقلة هكا، علاش؟ وفما اللي شريته وعندي برشا، وفما اللي جابته لي اللي وريته لكم وقتها أمينة من توزر. جابت لي وقتها كولي بالدقلة، نقدم لك تحية إن شاء الله تكون تسمع فيها، خاطر عندك برشا مظهرتش. إن شاء الله تكون بألف خير يا ربي، إن شاء الله تكون بخير أنت وعائلتك. خبيت منها الدبوسة هذيك مخبية عندها برشا مشتوى، كما شفتوا حطيتها في دبوسة ما شاء الله. هي جابت لي وقتها كولي بكل دقلة برشا، جابت لي عطيت لحماتي عطيت لدارنا وكلينا احنا منه، وخبيت منه فك الدبوسة هذيك. قلت رمضان ان شاء الله ونعرفه للدقلة في رمضان تغلى على الاخر، مسين سأني نشري ونخبي رمضان، نحطها كيك في دبوسة ونقعد نستعملها كي تخرجها من الكونجلاتور تقاها لبس عليها راه. خبيت منها وفضل لي شوية كحسيته بدي قديم، وعندي اني زادة شوية دقلة ملي شريتها. تخيلوا ملي شريتها وقت اللي اني حبلك يقولوا به تسهل الولادة وكل، شريتها وقعدت في الفريجيدير. قلت علاش ليه اليوم نعملها عصيدة، خاطر هي قعدت وقدمت، علاش باش نلوحها. وصغاري ما ياكلوهاش هكاك دقلة، حتى باش نعطيها لهم ما ياكلوهاش، وقداش مرة مدها في فطور الصباح ما تتاكلش. وليت مشيت عملتها دقلة، يعني ديما نعمل هاد العصيدة متاع الدقلة تتاكل وما نفيقوش بها. ما صارت لي مشكلة كبيرة، ربو عدم لي. حطيت كما شفتوا كاس متاع دقلة، كاس متاع تمر ولا دقلة ما نعرفش انتم شنو عندكم، ومعلي 3 كيسان مي، خليتهم يغليوا لين طابت الدقلة. ومن بعد جيت باش نرحيهم، وقت جيت باش نرحيهم نلقى الروبو عدم لي، بدي يخرج في ريحة خايبة، وكل البلاستيك من اللوطة وين تشد السكينة هيك اللي تدور بدات تذوب. الله غالب، شريته والله العظيم شريته عندوش برشا، ومعناه شريته جابهولي، شريته ما عند يوم يعني لمحالة جابهولي للدار، شريت كعبة ليلي وشريت كعبة لدارنا. الله غالب ما هوش باهي وما استعملتوش جملة البنات، يمكن والله العظيم يمكن بالحساب 6 مرات 5 مرات 6 مرات استعملته، ما استعملتوش بالكل. الله غالب بني هذاك يدي وساقية، ديما خاصة في الصيف ديما نعمل لك الجو وكالسيترونات، وخاصة توا وقت الفريز حتى الدنيا مسكرة، منين باش نشري توا الربو مانيش عارفة. والله العظيم تأزمت اليوم على الاخر. وليت جبتك الرحايه هذيك متاع ليد متاع حماتي، حاولت اني نرحي بها وباقي شيء، الدقله ما ترحات ليش، الدقله طلعت لي فيها معناها ماهيش شكل رطبه كما نعرفوا العصيده. شبيني يقول دقله العصيده طلعت لي معناها جاو فيها شويه متاع دقله غلاظ شويه، معناها كيف بتاكل مش تاكل في حاجه رطبه. الله غالب اني يعني جيت باش نسقي الكسكسي كما قاعدين تشوفوا. بالطبيعة فوحت بشوية فلفل أكحل وشوية ملح أكهو، لين نحطو برشا قلولي عتابل. ديما نعاود نقولها رانا ما نطيبوش بالتابل. هذاك شنو حطيت؟ حطيت الفلفل الأحمر فلفل أكحل كعبية تعود في الصوص وهي تغلي، وحطيت الملح أكهو.
بعد ما فطرنا رجعت لك الوحدة متاع الدقلة وكلمية هذاك باش نزيد عليه 4 مغارف فادينة. اني حطيت عليه 4 مغارف مي، 4 مغارف مي، 4 كيسان مي. حصيل وعملت كيس دقلة، 4 كيسان مي، و4 مغارف فرينة. والسكر ما حطيتش خاطر ديجا الدقلة حلوة على الاخر. خلطت حاولتك الفرينة نحلها باش ما تطلعليش مكعبرة. كما شفتوا كما قلت لكم ما حطيتش سكر، راهو الدقله معناها حلوه على الاخر، ما تحتاجش السكر. اذا انتم تحبوا الحاجه حلوه اكثر تجموا ذوقها شويه. اني ذقتها شويه حسيتها ما تحتاجش خاطر حطيت برشا دقله اللي عندي الكل حطيتها. ريتوا العصيده كيفاش البنات فيهاك الدقله هيك ماهيش شكل ملحيه برشا. ومن بعد في الاخر كي بدات تغلي زدت فيها شويه زهر. عندكم الزهر العطرشية اللي عندكم، يعني مسانسة نعملها بالعطرشية، ما العطرشية ما عنديش وعندي الزهر. جس هيك تاخو غلوة خفيفة، مش الطيب لين تتنحى طعمة الزهر، جس شوية كهو. وهذه طابت باش نصبها في الكيسان. اذا تشوفوا فيها جيري راي ما جيري جملة من بعد تجمد على خاطر فيها الفرينة. ديما نقراو حساب الفرينة، ما تعملوهاش ملقزة تطلعك تقوش عليك تاكل في العصيدة البيضة. ديما قراو حسابكم انهي بعد باش تبرد شوية راهو بتشد روحها على الاخر. خاطر في المونتاج ظهرت لي هيك جارية تظهر ما هي راهي لالي، بعد كي بردت لباس حتى كي حطيت عليها الفاكية ما هبطتش الفاكية. كي تبدأ حاجة جارية كي اي زينة تحط عليها تهبط اللوطة، ما هي لالي شدة روحها باهية. معنى هذاك الحكار اللي نكيل بيه هني ديما كاس دقلة عليه 4 كيسان مي و4 مغارف فرينة كهو. حطيت 5 صحافي قدنا احنا الكل، واللي فضل حطيته في هذيك سوبيريا للفطور الصباح. واني جيت باش نغسل الفريز، اني احسن غلة نحبها ونموت عليها هي الفريز وشروبه. اكهو الطاير هذوما زوز، لنشتهي حاجة اخرى ولن نحب حاجة اخرى، الشروب والفريز. اعطيهم لي هذوكم الزوز وصيبني. غسلتها بشوية سكر كيف ما شفتوا. الخضرة نحط شوية ملح في المي، نغسل بالملح. والغلة كيف ما هذه فريز خطر يبدأ فيها شوية هكا تراب وكل، فيها نحط فيها شوية سكر. هذه شفتها في قناة الحقيقة والدي ما نطبق فيها، ما نعرفش إذا صحيحة ولا لي، أما عجبتني خصلت ما احتجتش الفريز كافية. تحسوا حكيت السكر، صبيت عليه السكر وحكيته شوية باش تنحى منه كل، يبدأ فيه متعرفوك يبدأ فيه كنكت يتنحى بحاجة كيف الملح ولا سكر يتنحى. ما نجمش نحط ملح على خاطر ينجم يهلك لي الفريز يولي ملح، واللي تحطيت سكر. وبعد نحيد له كل كما قاعدين تشوفوا نحيله في العادي معناها الوراق نتاعه. ومن بعد باش نقصها سلطه عاديه. حبيت اني نعملها سلطه فروي، حبيت شويه بنان وشويه تفاح. ديما نعملها بالبنان وتفاح ونعمل فريز ونحط فوقها كريم شانتي. ما لقاليش البنان والفريز والبنان والتفاح، قال لي خلطت كان على شويه نتاع الفريز هذوما. الله غالب بتوا كي تلقى حاجه الحمد لله قول الحمد لله يا ربي وكهو. قال لي موجود ناكلوه هكا. قصيت الفريز، زدت شويه ملح زدت شويه مي زهر وشويه سكر هكا هو، وحطيته في الكيسان زاد. وهذه كيفاش كانت عشويتي لليوم وشنو حضرت فيها. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تجربوا الكسكسي بالدندون الناس اللي سالتني عليه، وان شاء الله تجربوا زيادة عصيده الدقله راهي بنينه على الاخر ومنفعه للصغار، خاصه اذا عندكم هكا شويه دقله في الفريجيدير كعيبات بداو يشيحوا كيما الكعبات اللي عندي هادي، ما خيرش من عصيده الدقله. انا عصيده الدقله والجلجلين هذوما نموت عليهم وديما نعملهم لصغاري، خاصه اللي هما جلجلين ما يجموش ياكلوه في العصيدة ما يفيقوش بيه. والدقلة زيادة ولادي ما همش منهم ما يحبوهاش الدقلة، قليل هكا ياخذوه شكل كعبة.
والاثنين هاك علاش ما نعمل نولي نعملها عصيدة الدجلة خير. رشيت عليه شويه بفري وشويه لوز، وهذه كانت عشويتي، والبخور هذاك اللي لازم منه كما تعرفوني. وان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك، نحبكم قد الدنيا الكل، ونتمنى نلقاكم في الجروب وتوريوني عشوياتكم وتوريوني فاش قاعدين نطيبوا في الليمات هذوما. نعرف اللي كنا من الكوجينه ما نخرجوش، وتوما بقى لك مش نقول لكم بسلامه.